بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم معتصمون أمام سفارة كوريا الجنوبية في لندن تضامنا مع شعب البحرين المظلوم الذي يتعرض إلى هجمة شرسة من قبل حكامه المجرمين المدعومين من المملكة العربية السعودية. ونحن نطالب دولة كوريا الجنوبية بعدم تسليم الأسلحة وقنابل الغاز لدولة البحرين. هذا يعتبر عمل مشين ومخزي لهذه الدولة التي تقتل شعب أعزل بغاز سام، كما ونجب الدول العربية التي لا تطالب البحرين بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها الأعزل، كما ونتمنى من الله عز وجل أن ينصر شعب البحرين وأن يطلق سجنائهم وأن يترحم على شهدائهم.